أهلا بكم في واقعة مثيرة. دخل منتسبي حزب التجمع الوطني الأحرار والأصالة والمعاصرة بإقليم صويرة في شجار عنيف على خلفية الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية. وبحسب المعطيات المتوفرة فقد دخلت مكونات حزبي الحمامة والجرار صباح يوم الخميس 5 غشت 2021 في شجار بينهما على مستوى السوق الأسبوعي لجماعة السيد محمد ومرزوق بإقليم صويرة في إطار الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف الفلاحية. المعطيات ذاتها أكدت أن الشجار شهد تبادل الضرب والرشق بالحجارة وتسبب في تكسير عدد من السيارات المستعملة في الحملة الانتخابية، فيما هناك أنباء عن جرح بعض الأشخاص. تبع لذلك قال المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني الأحرار بجهة مراكش آسفي محمد القباج على إثر الأحداث المؤسفة التي عرفها إقليم صويرة دائرة المرامر والاشتباك الذي وقع بين بعض مؤيدي مرشح حزب التجمع الوطني الأحرار وبعض مؤيدي مرشح حزب الأصالة والمعاصرة. تؤكد المنسقية الجهوية لحزب الحمامة حرصها الشديد على أن تمر الانتخابات في جو يسوده الاحترام المتبادل والتنافس الشريف والحرص على احترام القانون. وأعرب القباج عن أسفه لمثل هذه الانزلاقات التي من شأنها أن تفسد هذا العرس الديمقراطي. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.